زومبيجي او زعيم او اي حاجة. يخرب بيتك تحبسني كده، غدر غدر. ايه ده كوين؟ افتكرت اسلحة يا جدع عشان افنشه. ايه ده؟ فين حاجة؟ ايه ده بس كده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك، ايه ده الماب اتغيرت؟ دول في حاجات مختلفة. ايوه احسن، تستاهلوا. احسن ده، افتكرت نفسي في بيته والله، طلع مقلب. دول حتى خدوا الموارد وعملوا بيت تاني. اي حرامية كده، حتى مظلم مش والله، حاجات بيت غريبة. ايه ده انت مقطع؟ موارد؟ لا بس خدت الحاجة وجريت. والله زي الفل. حلو، هنشوف. افتح خمسة بتاع مش عارف ايه. موارد محترم وسكار وحاجات اكشن وهذا مضر. لا 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 كده كتير، كده كتير. لا 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 لا، ايه ده؟ وفلير، واحنا نقدر نطلب مساعدة ولا ايه؟ وحاجات عشان اكمل موتوسيكل. فلير تاني؟ ايه حكاية الفليرات؟ ايه ده؟ وسيف قرصنة؟ ايه ده؟ وحاجات ومعدات وحركات، حاجات عنب. لا لا كده كتير، كده كتير، كده كتير. معاك كوين صحيح، كوين واحد. شوف البيت، رقم في البيت عشر عشر. ايه ده؟ برضه لسه موجودة. حلو، كل 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 اي حاجة. حطينا الاكل كل شد. ايه؟ لا 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 بلاش بلاش نشيل الاكل، لا مش شايله حبيبي. يا راجل، يعني الاكل دوت شرب؟ ده بيخر مية، بيخر مية ولا ايه ده؟ والله ما انا فاهم. حط حط بيك اكس دوت، هعمل بيه اسمه بيك اكس. لوك ده نسيت اسمه. يا جدعان ايه البتاعة دي؟ اكتبولي في التعليقات مين شاف الحاجة دي واستخدمها. انا مش عارفها، بس لو تكون الشجر تبقى حاجة زي الفل. نشوف هنا كانوا معايا موارد، راحوا فين؟ كده اهو، لسه كنت جايب خشب. طلع مقلب، شفتوا المقلب ده؟ ناكل وبعدين نتفرج. ليتر يا عم، ده واقف بيحمل، شكله هنج ولا ايه؟
شكله انك نيت يا خراشي. هنشوف. واو ده يجيلي حاجات حلوة. هنشوف كده هو يجيلنا ايه. اوه يا سلام، انا بحلم في الحاجات دي، بحلم. نعم شفتم ده، حتى كمل ومشى احسن، تستاهل عشان انت خطفتني وحطتني في السجن. هي غدار وخلانا احط ايدي على قفايا عشان كده بسلم نفسي. ده حتى كان معاهم عصايه، افتكرت احنا اتصالحنا. كنت بحاول اضربهم عشان يعملوا الحاجه اللي انا عاوزها. انا مجمع كميه خشب محترم، مراهم فين؟ حتى الاكس الهيلث طويل يا ظلمه، اخدوا مني كل حاجه. طب انا اجرب الاكس ده، لاول مره اشوفه. هناخد الهيلث ضروري، بس ما ظبط كلام، بس حلو قوي كده. انا مش كان بيقول لي وورنينج بخطر؟ تقريبا الخطر دوت كان بيضحك عليا، ما كانش زومبي. تقريبا الزومبي متفق معاهم. الزومبيات، يبقى كده هما اللي صنعوهم الزومبيات. هنشوف ماذا نروح. يا سلام، ستة 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 بشوية. ليفل 15 مفتري يا جدعان، اللعبة غريبة. الواحد بيشوف فحمه. ايه ده تاني؟ يخرب بيتكم، انتوا ما بتحرموش. ها والله ده انتوا مخوفتوني حتى المرة اللي فاتت، خوفتوني وخلتوني قلع على البيت، حرام عليكم. والله حتى ربنا ستر الهدوء بقى بيتي، بس بقى عشان تعبت منكم. يلا يا عم خلص تعب، بتحمل. بريك ان از ميدل اوف دوج فايت. فايت ايه يا ابو فايت؟ احنا ده انا وحش اصلا. وحش بقوم في اللعبة. ايوه نشوف ده اكس. واحد اتنين تلاتة اربعة بالظبط، التالت سبعة قصدي ستة. متعبتين انت حتى. يا بيت يا بيت يا بيت، ايه ده؟ بسرعة ده قوي، خلص تمرين. حتى كلف ضربات كتير. انا لازم اجمع شوية خشب. افتكرت لا ليه جمع الموارد. شوف بتاع ديت اسمها بتاع حرف الاي واليو والتي والاو، بيخلي الشخصية اللي انت بتلعبها هو اللي يعمل حاجة. في التسعة، في التسعة يا جدعان. واو كنا اصل واحد ووصل ليفل 10 واقدر اجيب الكلب. اخيرا ربنا ستر.
بس مش عارف، مش فاكر هو محتاج ايه. محتاج خشب كتير اوي كتير اوي. ادراميل لا، محتاج اخر طوبة. اضرب هاي الاثنين. قول البيبسي اللي بيضرب ايه ده؟ ايه؟ كل غمض عينه، كل غمض عينه، غمض. بس كده. ايه ده؟ هو ايه اللي بيعمل لي ده؟ هو بيعمل ايه؟ مش فاهم. قلت حاجة ساعة، واحنا في ماتش ولا ايه؟ معيش اكس، افتكرت. هو نسيت يا جدعان، انت مش تقولولي. لو على غلاستك يا زومبي، صوته ازاي؟ حتى صوته زي صوت وحش البحر. تسك مش عارفة يا جدعان، ايه الحاجات المريبة دي اللي انا قاعد اشوفها دي؟ المحققين الشباب، الشباب المحققين، مش انتم المحققين؟ مش المحقق ادب، المحققين شباب. والله بحب اسمي كده، ابصور فيديوهات وانا بقول لكم كده. تهيل واخر اتنين، تهيل اخر اتنين، تهيل. اوف بيقول لي شنطتك فول فول، يعني فاكر معايا فول فول اعمل بيه؟ ده اتجنن، ده اتجنن اللي في صعب اللعبه يا جدعان. مش ثواني يا جدعان، في حاجه غريبه، ما انتوش ملاحظين؟ غريب اللي ما ينفعش الكلب، الكلب اللي مربيه الصغير يتحول لليفل 5. انا عاوز يكون ليفل 15 عشان هو انا محتاجه يكون ذئب، ذئب مش حد تاني، يكون ذئب مش عدو. مش عاوز كده. نص كتير، جمع يا عم. ايوه كده، جمع جمع. اوه زومبي، ليه ذكي يا ذكي؟ معاك كام حاجه؟ هل هو يجمع اربعه؟ نقدر اعمل بيك اكس، بس الاسبير كمان عشان ما عنديش اي اسلحه. مش عاوز ده، انا عندي كتير. ولا مش غلط يلا شوف برضو. بس كده. اوه هيلز 44، ده انا كنت خلاص هروح فيها. ياهو كل الشجرة، ده ينفع اطلع من الزومبيات حاجة زي الفل. جدعان ما تقولوش الزومبيات عارفهم انا عايش فين، ما تقوليش. ايه ده، في تشيست ولا حاجة؟ يعني شوف، شوف نفس استني. شنطتي فول،
فول برضو، ده بيقول لي اللي شنطتك فول. انت فاكر معايا فول؟ انت هبل يا عبيط. فول ايه يا عامله؟ انا بالفول. شوف مستخبي، شوف على الخريطه. ميه، ايه حكايه الميه والاكل والشرب؟ بس حلو عشان اقدر اعيش. يعني كنت جعان. انا عايز ده محتاجهم في اسمه ايه ده، الموتوسيكل، عشان في حاجة بتقولي اللي فيه مخيم انت لازم تروح بالموتوسيكل، ما ينفعش. انا محتاج حاجات الموتوسيكل عشان اصنعها في الكرافتنج في البيت بتاعي كمان. انا حتى كنت بحسن فيه من 3 ايام، قصدي من 5 ايام. امسك السبير بس، انا مش محتاج ده بس كده. لا طب تعمل ايه؟ طب تعمل ايه يا عم؟ بس ايه ده؟ وانا بقفص ارفص ارفص ارفص. 1 2 3 4، استنوا بصي تمناتي. 1 2 3 4، 1 2 3 4. خلينا نعمل يلا. 1 2 3 4، 1 2 3 4. هنكمل بقية التجميع. خليه هو مصر اللي بعد. والله ما اقدر اعمل بيت، اول مره اعرف من ده، يعني بالزم ده. ده محتاج صوف خروف وصوف تاني وصوف تالت. ايه ده؟ طب هزر يا جماعه صح. اوه اخر حاجات. ايه رايكم استاذ؟ بصوا ثواني. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تاني 8 7 6 5 4 3 2.
يا ويلي لو طلع، يا سلام. واخيرا يا لهوي. كفايه كفايه، اوف اوف، والله ما مصدق. ايه رايك؟ ايه رايكم؟ يب 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 يب، واقدر انزل كلب، واقدر انزل كلب، يب 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 يب. ايه ده يا عم، تمسك نفسك بقى. الله، ايه والله العظيم، اقدر اجيب الكلب يا جدعان، واقدر يهرس الحاجات. يا سلام، والله ما مصدق، لأول مرة. يا لهوي، ده أنا خدت وقت طويل عشان أقدر. والله ده أنا قضيت الأيام كلها، أيام في أيام في أيام في أيام عشان أقدر. إيه ده، مخيم كده؟ بيقول الفيتش ستات، بجد ولا بتهزر؟ حد في المخيم، بس لو لقيت حد مش هضربه عشان ما احصلش دوت تاني، وافضل اعمله كل شويه. هو تقول لي ايه؟ قالك زومبيات؟ لا، ايه ده؟ واو يا خلوسي، ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ لا مش عاوز اذيه. ازيك؟ اضرب معاك؟ يا خلوزي، استنى ما اجيب الخشبة. ثواني، ود شو؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في زومبيات. اوه يا بتاعي ده، انت حد بيمشي معايا ويجي معايا؟ لا والله، ادوني. شكرا ليك. طب ينفع ندير الموارد؟ استنوا، ماي فريند بوت لوزت، مش عارف ايه. اه تقريبا هيدهوني. حيل، شكرا ليك بجد. عض 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 عض، حتى بيحميني. يا سلام، واو، عدد 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 يا خلاسي، كمان والله ده حتى بيجي وبيحرسني. يا سلام يا خلاسي، يا لهوي، كلب ضد ذئب. لا 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 لا، ازاي كلب ضد ذئب؟ صعب اوي ده، الذئب قوي جدا. ايه ده يعني كده؟ بس بس ده، ووو. ايوه شكرا يا كلب، الله عليك. ده حتى قال لي خد الكلب، والله ولا يهمك، والله فرحان جدا. شكرا ليك. طب افتكرت هو ليك واحد تاني عشان يأمنك. يا خسارة، انا عايز اوريه اخوك جديد. لا 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 لا، دروب، لا دروب، لا ما بحبش دروب. معلش بقى كابتن، احنا ناخد الكلب وبعد شوية هنبقى نرجعه. معلش بقى، ماشي. فانا مش عاوزه اخلي الكلب معايا للابد. انا عاوزه اخليه يحمي لي حاجه وكلام من ده يومين بس، وبعد كده هديهوله.
بس انا اسيب الكلب ل30 يوم وبعد كده اخده تاني. ايه ده، فين الكلب؟ فين؟ والله شكله رجع. ولا تعالى يا غدار، افتكرته بقى معايا. خليك معايا 10 ايام عشان تتضرب بقى كلمة. شفت عمل فيا ايه؟ عم اعمل ريستارت هنشوف. برضو يعني غلطان انا كنت اعملك بيت، انا اعمل له بيت صغنن محندق. لا مش كده، شيل يكون وصل اكون عملت له بيت. انا بيت صغنن كده اعمله في كل مكان. ايوه عشان اعرف اتكلم بس كده. ايه رايك اهو بيت الكلب وبيتي ده؟ بس بيتي 10 على 10. ايه رايك انا في المكان ده بس عشان ما يجيش الزومبي يهجم. انا مش عارف يا جدعان هو بيهجم بالليل ولا الصبح، انا مش عارف. لا ايوه بس خليك ده بس صغير. لا ماشي ولا لكم خليه خليه. دمر البيت كله. بحب اعمله بشبابيك ومن غير شبابيك وكلام من ده. يا سلام، ايه رايكم في التأمينات والحاجات؟ ثواني نعمل هنا الحاجة بعد ما نوصل الكلبوب. الكلبوب لا مش هعرف كده اعدي عشان افك اسمه ايه. ايه رأيكو؟ بس كده. ايه رأيكو في البيت؟ حلو بس 4 تقسيمات شايفين، ده نص وده نص والتاني بس دوت مكان. لا شيلو اللي ما ينفعش تشيلو. لا كنت عايزه احط هناك غرفة المعاشة او في هنا الاكل في هنا الفرن والحاجة. واحنا ممكن نحول الخشب. بصوا ثواني هنحط الخشب ده هنا. بصوا هو بيجيب لي الخشب التاني عشان اقدر اطور. انا عاوز تطور دلوقتي مش محتاجه. نشوف كده الموارد. نشوف حلو حد ده التشيست بيتعمل من ايه يا جدعان؟ تعال والله نسيت.
حد يكتب لي في التعليقات. صار نم بس. ماشي. ده طيرت نص الخشب. ارجع اجيب تاني. ليه يا راجل؟ حرام عليك والله. اقول لك ايه بس، اقول لك ايه، عايز اجمع المرض ده. استني حط هنا حد. سيب الكلبوب، الكلب الصغنن ده افتكرته هيدوني، طلعت خدعة. محتاج ايه تاني؟ الخشب، ومحتاج الحجر. محتاج ايه كمان؟ اللزق. هنعمل ايه باللزق اصلا؟ ايه ده؟ كام؟ سبعة. ما عنديش سبعة، ما عنديش غير تلاتة. هنشوف كده. شوف هنا، شوف شوف. يا حرام، مين اللي حطهم هنا؟ مش عارفة. شوف هنشوف كده في الموتوسيكل. شوف ايه، مش موجود. هنشوف هنا. اعمل ايه انا يا جدعان؟ لا 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 لا، مشكلة مشكلة مشكلة. هنا بعدين بعدين. لا هموت. يلا السلام عليكم يا لهوي. العربية دي اللي جمعت منها يدوم الحاجة، فلقيت في حاجة لقيتها، فدايرة كانت موجودة أول عمالة خرجت، كان في هدوم عسكرية. أنا قمت عامل موارد، قلت بطور البيت، فقلت يعني اعمل لي بيت عشان الساعة وكلام من ده. فقلت يعني اعمل شبابيك كمان عشان اقدر اخد نفسي في اللعبة، عشان مش عارف اخد نفسي ونفسي كده وهموت. بس خلي بالكوا لو انتوا متوا في اللعبة ديت هتروح منكم الموارد وكلام من ده والسيوف والحاجة، انتم لازم تجيبوا معاكم. واو واو، حاجات جديدة، حاجات مش أي كلام. لا 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 لا، هنا ده نقسمهم هنا نص وهنا نص. ايوه حط هنا نص. بقى كم؟ بقى خمسة. الله عليك، افضل وانا جعان، ما عنديش اكل يا جماعة، فاضطر اموت. معلش بقى. ايه ده؟ ايه بيحصل يا جماعة؟ جاي دي بتيجي من الأرض ولا منين؟ والله بتيجي عليا. وانا ريحتي يا لهوي، محتاج استحمى. تصدقوا نفتح هنا. والله الحاجات ديت هجمعها. بصي بصي، زغرت 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 لغاية بكرة. بس ليه احنا الكلام من ده؟
عندنا ايه اللي جاب ايه اللي جابه هنا اصلا؟ دوت مزعلني بقى. بص ده يا جدعان، عاوز انزلهم في بعضه. عاوز انزل شكل الباب يقطع. انسى يا جدعان، ايه ده؟ عاوز استحمى. يا لهوي يلا راسبينه، ايه راسبينه اصلا؟ والله سريع هو، بس بيجنن يا جدعان. ازاي بيجنني؟ مش عارف، غريب. ده سريع، ده حتى ما بيجريش بسرعة. والله حرام عليك، الله يسامحك. لو كده انا عاوز اعيد، وانا عشان كده جايب دي. صدقوا ماشى، والله ماشى. لا محتاجة أفهم بسرعة. فين أنت؟ أنا أجرب السلاح عليا يا جدعان، عشان أول مرة أشوفه. التوأم التوأم الملتصق. بص كام باب، يا له. هو احنا في عالم الابواب ولا ايه؟ ثواني، انا ما جبتش سلاح. انا انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتلزق نفسك في الحيطة. والله كده مش عارف العب. انا هحط الحاجة عشان لو مت. فينك يا حبيب قلبي؟ سبعين ضربته. انا جربت ده، وقال لي ضربه واحده ده كده تفنيش. فين ايه ده؟ مش بجد. اهو يا لهوي، ضربتين ريحوا على جنب. وازاي ترانس بين الجعان مشان لسه منظف الدنيا من وحش وكلام من ده؟ ده اتخضيت. والله حلوة بس ضربتين بس. ما عنديش غير لحم الذئاب بس. سوري يا جدعان، انا هاكل بقى. بعد ما اجمع كمية محترمة هاكل. انت لسه معاك السلاح، يخرب بيتك. بس كده. يلا يا جدعان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وان شاء الله تكونوا كويسين في الحلقه الجايه. لو انتوا بتحبوا اللعبه دي وتلعبوها تقولوا في التعليقات، وقولوا لي انتوا وصلتوا لمستوى كام وعملتوا ايه. قولوا لي، واعملوا صور كمان، واعملوا صور وصوروا لي فيديو وانتوا بتعملوا الحاجات دي من اول وجديد. والله انا ده لسه نزل طازة ليفل واحد، مش عارف اي حاجة، لسه اول مرة انزل اللعبة. بس الحمد لله قدرت اجيب ليفل 10، ولسه ناقصتي حاجات كتير عشان اقدر اجيب بيت الكلب. مرة جديد، يلا سلام سلام يبي.